مساء الخير واهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج البوصله. احنا خلاص على وشك اعلان جمهوريه جديده هنبداها بافتتاح العاصمه الاداريه خلال الشهور القادمه، واللي بتعد مشروع قومي ونقله حضاريه في منطقه الشرق الاوسط بالكامل. والاهم ان العاصمه الجديده هتساعد على حل مشكله الزحام، اللي بحسب دراسه صادره عن البنك الدولي في 2014 ان مصر بتخسر 47 مليار جنيه سنويا بسبب الزحمه بالقاهره الكبرى، وتوقعات ارتفاع الخسارة ل 80 مليار بحلول عام 2030 في حال استمرار المشكلة. والحقيقة ان التقارير الدولية اللي من النوع ده بتكون زي تنبيه للدول ان لازم يكون في تحرك وفي فكر بره الصندوق، وده اللي شفناه مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة وتنفيذ 22 مدينة وتجمع عمراني جديد ضمن مخطط استراتيجي بيضم 30 مدينة جديدة هيستوعبوا 30 مليون نسمة، خاصة ان في دراسات بتشير ان عدد سكان مصر سيتجاوز حاجز 160 مليون نسمة بحلول 2050، وده كله بالإضافة إلى احتياج السوق المصري لمليون وحدة سكنية سنويا. مع كل هذه التحديات كان لازم أن الدولة تتحرك، وعلشان كده في نهضة حقيقية بتحصل دلوقتي في اقتصادنا. التقارير الدولية الحالية كلها بتطلع بقرارات مبهرة عن الاقتصاد المصري، وده كله بيصب في صالح بلدنا. خليني أقول لحضراتكم إن حلقتنا النهاردة فيها فعاليات وأخبار اقتصادية كتيرة هنبدأها معاكم من قطاع الصناعة بفرصه وتحدياته، وحوار مع المهندس ياسر سعيد رئيس مجلس إدارة شركة تكنو جروب للصناعة والتجارة. هروح بعدها للسوق العقاري وتحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة لنقل ما يحدث على أرض الواقع من مشروعات جديدة لشركة نيوجيرسي للتطوير العقاري. وهيكون معانا في ختام حلقتنا النهاردة أول حوار شامل لفضائية مصرية على هامش اجتماعات المجلس بالقاهرة مع رئيس مجلس أعمال المصري السعودي السيد بندر العمري. هنعرف من خلال هذا اللقاء الكثير عن رؤية المستثمرين السعوديين للإصلاحات الاقتصادية في مصر، وما حدث في اجتماعات المجلس مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبكل تأكيد سيجيب على سؤال مهم للغاية يطرح لأول مرة على مسؤول سعودي بارز. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مع أولى فقرات برنامجنا النهاردة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تسهيلات وزارة التجارة والصناعة وحوافز الاستثمار كانت دافع قوي للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. النهاردة في صناعات كتيرة جدا بتحمل شعار صنع في مصر، في ترجمة حقيقية لهذه التسهيلات والصناعة وفرصها وتحدياتها في ظل جائحة كورونا هي محور نقاشنا النهاردة مع المهندس ياسر سعيد رئيس مجلس إدارة شركة تكنو جروب للصناعة والتجارة. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. بكل تأكيد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي أساس أو عماد تنمية أي اقتصاد على مستوى العالم. إزاي ده ممكن يكون الترجم ترجمة حقيقية في ظل الجمهورية الجديدة؟ المشروعات الصغيرة هي عماد أي دولة في العالم. إذا علمت حضرتك أن المشروعات الصغيرة بتمثل أكثر من 80% من اقتصاد أي دولة، سواء كان في أوروبا أو في الصين أو ما شابه ذلك، هنهتم اهتمام غير عالي بالمشروعات الصغيرة. المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية. من غير المشروعات الصغيرة لن تقوم للاقتصاد أي قائمة. ولذلك فعلا الدولة بدأت تتنبأ لهذا برصد مليارات، منها مبادرة سيادة الرئيس 200 مليار بفائدة 5% والكل استفاد منها، وما زال هناك شركات ومصانع بتستفيد من هذه المبادرة، وعملت انتعاش غير عادي في السوق، وقامت مصانع كتير جدا جدا، وقام يعني شركات صغيرة ومتوسطة، شباب كتير جدا استفادوا من المبادرة ديت وعملوا مصانع كتير جدا وبدأوا يضخوا في الاقتصاد الوطني. فالمشروعات الصغيرة فعلا هي القاطرة بتاعة أي اقتصاد في العالم. هل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحديدا بقى ليها مكان مختلف في مصر في ظل هذه الحوافز اللي الدولة وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني بقى في مشروعات عددها زادت وشكل التحديات اللي بتواجهها في المرحلة الحالية ايه؟
الدولة الحقيقة بدأت تهتم جدا بالمشروعات الصغيرة وضخة الأموال، المصانع القائمة الجاهزة، المشروع الجاهز بالتراخيص في 24 ساعة يقدر ياخد رخصة مؤقتة يشتغل بيها، وبالتالي ما عادش أي حجة لأي شاب. دلوقتي عندنا المال والتمويل موجود، المصنع أو الورشة موجودة. طيب ايه اللي بينقص ان احنا النهارده نلاقي ان احنا عندنا مشروعات متناهيه الصغر كتيره بتتواكب مع حجم الشباب اللي موجود والمراه اللي موجودين عندنا في مصر؟ هل الوضع الحالي والمشروعات الحاليه بعددها حضرتك شايف انه مناسب لحجم الحوافز اللي الدوله بتعملها؟ هو الحقيقه بس في حاجه عاوز اوجه يعني نظر الدوله اليها، ان في قوانين بتطلع وبتصدر وبالتالي تبقى مشجعه جدا لأي شاب وأي حد يعمل استثمار في قطاع معين، ثم يحصل ازدهار، ثم يحصل فيه كارثة نتيجة عدم تفعيل القانون. أخص بالذكر قطاع الأكواب الورقية. قطاع الأكواب الورقية حصل فيه ازدهار غير عادي جدا لمدة بتاع 4-5 شهور بعد صدور قرار أو قانون من مجلس النواب بمنع استخدام الأدوات المتكررة زي الزجاجيات وما شابه ذلك. وبالتالي ده تأثير فيروس كورونا على بعض المشروعات زي ما بيقولوا ان المصائب تقوم يعني من فوائده، يعني للاسف طبعا ده تأثير فيروس كورونا. ولكن يعني لو شفنا الدول العربيه جنبنا دول الخليج بيستخدموا الاكواب الورقيه دي من 20 سنة. احنا يعني ما زلنا بنحاول ان احنا نستعمل الاسلوب اللي هي الاكواب الورقيه، وفي نفس الوقت اصدرنا قرار والقانون طلع وبعض الناس التزموا، ولكن للأسف الشديد عدم الرقابة الجيدة المستمرة خلت الناس يرجعوا تاني للأكواب الزجاجية، بالرغم إن أنا عاوز أقول إن الأكواب الورقية يعني ناهيك عن الآثار الصحية اللي ممكن تحافظ على صحة الناس وتقينا شر هذا الوباء وتخلينا نعبر بسلام من هذا الوباء، إلا إن هذه استخدام الأكواب الورقية ممكن تمثل الحفاظ على المياه اللي احنا بنعاني من إهدار للمياه. إذا علمت حضرتك إن كوب الزجاجي بيتم غسله بمقدار حجمه من المياه، يعني معنى كل كوب زجاجي بيهدر مرة واثنين وثلاثة حسب استخدامه في اليوم مقدار حجمه من المياه. مية نقية بنهدرها تروح في المجاري. ثقافة استخدام الأكواب الورقية يعني ثقافة غائبة عن المصريين ليه؟ رغم أن حضرتك بتقول أن هي صحيا يعني أصح وكمان ما بتهدرش المية، وبالتالي النهاردة ده ممكن يبقى ضمن أجندة الدولة للحفاظ على المياه وعدم إهدارها، يعني ايه اللي بينقص الموضوع ان النهارده يبقى في ثقافه عند المواطن المصري او من المسؤول بشكل محدد؟ يعني هل الرقابه بس؟ لا، انا بالنسبه للجزئيه ديت انا بأدين الاعلام، لان الاعلام هو المفروض يعمل التوعيه اللازمه. حضرتك جاي في الاعلام تدين الاعلام؟ يعني للاسف يعني هو ده دي الحقيقه المره، يعني للاسف الشديد يعني الاعلام هو اللي بيوجه العقول البشر دلوقتي حاليا، هو اللي بيوجه الدفة لأي قطاع وأي اتجاه. الإعلام تأثيره في منتهى القوة. طيب إيه اللي عمله الإعلام تجاه الأكواب الورقية إن هو ما ثقفش الناس يعني؟ أو إيه المفروض يحصل؟ محتاجين حملات، يعني لما نشوف الحملات بتاعة زمان أيام البلهارسيا والكلام دوت، الإعلام عمل دور خطير جدا جدا في توعية الناس. وبالتالي الناس بدأوا يستوعبوا الخطر الداهم اللي بيترقبهم عند الوصول لأي ترعة. الإعلام مؤثر جدا جدا، بس في مستفيدين يعني النهاردة شركات أصبحت من الشركات المستفيدة بشكل كبير من الأزمة ونقل ثقافة المواطن. يعني احنا شفنا مثلا أن شركات اللبن المعلب فضلت سنوات طويلة بتعمل حملات في الإعلام علشان تقول للناس أخطار اللبن السايب، وبالتالي الناس كلها دلوقتي تقريبا يعني 70-80% من المصريين حتى في المحافظات والأقاليم بيستخدموا اللبن المعلب. النهاردة في دور حضرتك على القطاع الخاص اللي بيستفيد، اللي منتجاته هيتم شرائها،
فين هذه الشركات؟ ليه هي ما بتقومش بهذه الحملات لتوعية الناس صحيا؟ ولما تقول ان ده هيحافظ على المياه وبالتالي الدولة هتدعم هذه الحملات. كلام حضرتك يؤكد كلامي. شركات الألبان عملوا الحملة الدعائية دي ممولة من شركات الألبان. طيب أنا النهاردة جاي بقول في الإعلام يا أخوانا الأكواب الورقية، استخدام الأكواب الورقية بتحافظ على صحتك. يا دولة استخدام الأكواب الورقية بيحافظ على أكتر من 10 مليون متر مكعب بتروح في المجاري. هتقول إزاي؟ بحسبة بسيطة جدا جدا، لو تخيلنا مئات الآلاف من الأماكن كافيتريات ومقاهي ومطاعم وفنادق، لو كل واحد استخدم بس 3 كوبايات، يعني 3 مرات كوباية تستخدم 3 مرات في اليوم. الكوباية دي حوالي 200 مللي لتر، 3 مرات في اليوم في 20 مليون ده مواطن. غير مسحوق الغسيل اللي بقى غالي جدا يعني، واكيد هيغسلوها يعني. احنا بنقول بس ميه، بس ميه مش محسوق غسيل، ميه بس فقط لا غير. الحسبه الصغيره دهيت تخليكي تديكي انطباع بنوع يعني 10 مليون متر مكعب ميه، 10 مليون متر مكعب ميه، مع ان الاستخدام بيبقى اكتر من كده بكتير جدا جدا. طيب اللي حضرتك بتقوله ده يعني مؤشر خطير، المفروض ان احنا ننبه الدوله والمواطنين ليه. طيب هذه الصناعات والمشروعات هل هي مكلفه؟ هل هي اسعار الاكواب الورقيه واستخدام المنتجات الورقيه في واحنا بنتناول الاكل وكده، هل ده مكلف وبالتالي الناس بتلجا الى هذه الاكواب الزجاجيه والاطباق الزجاجيه بديل؟ لا، هو الحقيقه للاسف شديد ان معظم الناس بتستسهل. الكوبايه ثمنها يعني 20 قرش، لكن 20 قرش ديت كوبايه الواحده بتخلي واحد شاب عنده مشروع صغير بكل سهوله بيشتغل، بتحافظ على صحه المواطن، بتحافظ على اهدار الميه وهي أصبحت أغلى من الذهب حاليا. طب المشروع ده مكلف؟ يعني تقدر أو يقدر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إنه يموله؟ يعني فكرة سهلة وبسيطة، اللي دايما كنا بنتخض جدا من صناعة الورق واستيرادنا للورق، وإنه مكلف جدا، وإن مصنع ورق ده يعني مليارات، مش حاجة بسيطة ولا سهلة يعني. لا 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 لا، ده مش مصنع ورق، ده مشروع من المشاريع الصغيرة، بل أقدر أقول إنها متناهية الصغر. مكنة واحدة بتمثل مصنع، مكنة واحدة بتبقى بعبارة عن مشروع، ما فيش عاوزة بروسيسنج كتير. بنحط الورق في مكان بيطلع كوباية من المكان التاني فول اوتوماتيك، وفي نفس الوقت سعرها محدود. والصندوق الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الحقيقة قايمين بدور محترم جدا، دور غير عادي في تمويل الشباب المشروعات ديت. طيب هذه الأفكار محتاجة دعم من المتخصصين أو الخبراء اللي زي حضرتك. النهاردة الشركات الكبيرة دورها إيه إنها تساند الشباب علشان يبقى عندهم مشروعات زي دي؟ أنا شايف إن على رأس الدعم اللي يخلي فيه ازدهار لهذه الصناعة، يخلي فيه تشغيل الطاقة العاطلة من الشباب، حفاظ على الصحة، الحفاظ على المية المهدرة، هي التفعيل القوانين. وعلى رأس هذه القوانين تفعيل القانون اللي بيحرم ويجرم استخدام الأكواب الزجاجية والأكواب والأواني متعددة الاستخدامات. بتنقل المرض وبالتالي بتعمل مشكلة صحية، وبالتالي احنا لما نفعل هذا القانون شغلنا مئات المصانع اللي اوريدي موجودة حاليا مشغلة. شباب صغير بدأ يشتغل في السوق في هذا المجال، هذا الشباب معرض ان هو يقفل مشروعه ومعرض لخسائر كبيره جدا نتيجه عدم تفعيل القانون اللي هو اوريدي موجود. انا عاوز افعل القانون ده عشان احافظ على الثروه الخطيره الكبيره جدا اللي موجوده حاليا في مصر من مشروعات الشباب الكتير اللي وجد اخيرا فرصه عمل وبيشغل معاه شباب اخرين، وبالتالي الحفاظ على صحه المواطن، واخيرا عدم اهدار الميه. طيب مستوى الجودة لهذه المنتجات، يعني هل احنا في مصر بنسترخص نتيجة ان الثقافة مش موجودة؟ وفرص التصدير لو احنا عندنا جودة في هذه المنتجات حضرتك شايفها محتاجة دعم؟ احنا الجودة على مستوى محترم جدا، مستوى عالي جدا، واحنا بنعمل الكوباية محترمة جدا جدا. تصدير النهاردة عندنا فرصة عظيمة جدا 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 للتصدير. ازاي؟
كل الدول اللي حوالينا دلوقتي بدأوا يتصلوا علينا، العراق، فلسطين، سوريا، ليبيا، عمان، بيتصلوا علينا في مصر هنا عشان ياخدوا مننا كوباية. ايه اللي حصل في الدنيا؟ الصينيين دلوقتي الشحن بتاع الصين دلوقتي لأي دولة في الشرق الأوسط بيوصل دلوقتي $12,000 لكونتينر. الشحن ده دلوقتي علق السلعة الصينية بمقدار كبير جدا جدا. فبقى في فرصة مهمة جدا، في فرصة عظيمة جدا جدا ان احنا نعمل كوباية ارخص من الصين ونصدرها لكل الدول حوالينا، وبالتالي لن تنافسنا الصين حاليا في الوقت الحاضر مع ارتفاع اسعار الشحن في اي منتج بننتجه في مصر. عند هذا الختام مع حضرتك هيكون لينا فرصة في لقاء آخر نتكلم على التصدير في هذه المنتجات وفرصنا في ظل ارتفاع تكلفة الشحن. ده موضوع مهم جدا لازم ان الدولة تنتبه ليه وكمان المستثمرين. مهندس ياسر سعيد رئيس مجلس إدارة شركة تكنو جروب للتجارة والصناعة، بشكرك على وجودك معي. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونستكمل باقي فقرات برنامجنا النهاردة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سوق التطوير العقاري بيواصل نموه بدعم من المشروعات الجديدة خاصة في العاصمة الإدارية. واحدة من أبرز شواهد هذا النمو إنجاز جديد بتحققه شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري بفوزها بالمركز الأول بحفل ليدرز السنوي في مجال التطوير العقاري لسنة 2020. كاميرا البوصلة كانت هناك وخدنا لحضراتكم جولتين، الأولى لمقر أحدث مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهنروح بعدها لحفل الشركة الخاص بطرح المشروع للتنفيذ واللي أحياه المطرب الفنان الكبير تامر حسني. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نستكمل مع حضراتكم باقي فقرات حلقتنا النهاردة. احنا الثقة هي اهم حاجة، ودي اللي احنا خدناها من عملاء من 16 سنة واحنا شغالين في مصر. يعني ثقة العملاء هي اللي بتدي اي جفت بناخده او اي ليدرز او الوردز اللي احنا خدناها دي بثقة العملاء. والحمد لله احنا في السنين الاخيرة دي قدرنا ان احنا ننقل شركة نيوجيرسي من المدن الجديدة، التجمع الخامس، مدينة الشروق واليوبس الجديدة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة وإلى مدينة الجلالة. ودي اللي احنا اعتمدنا عليه في فترة نجاحنا. الفترة طبعا احنا اشتغلنا، ابتدينا من أول اشتغلنا في 2019 في جرين أفنيو زي ما انتم شايفين، وجيت النهاردة المشروع واحنا خدنا قرار وزاري في 2020. ولكن الحمد لله احنا قدرنا ان احنا في خلال 10 شهور نطلع بالانجاز اللي احنا شغالين بيه. احنا وصلنا انجاز في المشروع في الفترة دي الى 50%، وده طبعا زي ما انتوا شفتوا بعينيكوا الانجاز اللي احنا وصلنا ليه. واحنا غير كده الشركة شغالة في اكثر من وي، يعني احنا الحمد لله في 2020 دخلنا في مدينة الجلالة، عملنا مشروع جورة مدينة الجلالة السخنة، وده برضو ده تطور مع شركة نيوجيرسي، والحمد لله ده ثقة العملاء لينا. ودخلنا الحمد لله شغالين في الموقع، ان شاء الله ناخدكم برضو في السخنة وتتفرجوا عليه. وان شاء الله في 21 داخلين برضو في الداون تاون مشروع جينيسيس داون تاون، ده مشروع طبي اداري تجاري فندقي، وده من هيبقى من اكبر المشاريع الموجودة في الداون تاون ان شاء الله. شركة نيوجيرسي بقالها 20 سنة في السوق العقاري. احنا بدأنا في العاصمة الإدارية تقريبا من 3 سنين مع الدولة. هو بصراحة كان اتجاه الدولة ساعتها رايح للعاصمة الإدارية، وكان ريسك كبير قوي ان احنا نخش في الأوائل اللي الناس دخلت العاصمة الإدارية. بس زي ما انتم شايفين كده بعد 3 سنين الانشاء توصل لحد فين. احنا الحمد لله ده اول مشروع لينا في العاصمة الإدارية اللي هو جرين أفنيو. بعد كده خدنا مشروعين تانيين، مشروع جورا العين السخنة في الجلالة، ومشروع جينيسيس في الداون تاون. فترة الكورونا كانت فيها مبيعات كويسة قوي الحمد لله، لأن الناس شايفة العاصمة الإدارية واللي بيحصل فيها. تقريبا كل يوم في العاصمة الإدارية بيحصل حاجة جديدة، في إنشاءات جديدة، في
في فتحات جديده، وكمان ان شاء الله اخر السنه دي لما العاصمه هتفتح في حته منطقه الوزارات والهيئات الحكوميه هتفرق جدا للناس كلها عشان العالم كله يشوف احنا وصلنا فين في العاصمه الاداريه. زي ما انتم كده شايفين على ارض الواقع احنا تقريبا واصلين لانشاءات 40% من الكومباوند. العملاء كلها النهارده الحمد لله راضيين جدا على الانشاءات اللي شافوها بعينيهم. عملاء كتير الحمد لله شافوا الوحدات بتاعتها بتقسيمات بكل حاجه، شافوا كله على ارض الواقع، ودي اكتر حاجه تثبت ان احنا ماشيين في الخطه الزمنيه اللي حاطينها في الثلاث مشاريع او اربع مشاريع بتوعنا شغالين فيهم. والله الباشمهندس جرجس يوسف رئيس مجلس الاداره على طول حاطط بلان قدامه ان هو بالذات البرايس يعني اهم حاجه بتخلي الكلاينت يشتري من عندي او من عند اي مطور تاني. طبعا البرايس يعني اسعاري ايه، دايما احنا بنبقى سباقين بالعروض، يعني حاليا عاملين اوفر على التقسيط بخصم 20% وتقسيط على نفس المده اللي احنا بنقسط عليها 7 و8 سنين. وطبعا الخصم ده في شركات بتدي لي الكاش، ده احنا بندي لي التقسيط، يعني كمان عندنا حاجات للكاش بتوصل الخصم بتاعها في التجاري 55%، ودي مش موجوده في العاصمه الاداريه الجديده خالص، ودي حاجه بتميزنا. بلس اللوكيشن، يعني اللوكيشن بتاع الكومباوند بتاعنا احنا في قطعه N6 في الار 7 على الممشى السياحي الوحيد اللي موجود في الار 7، وعلى تاني اكبر جامعه موجوده في الار 7. والباشمهندس على طول الباشمهندس جرجس رئيس مجلس الاداره على طول بيختار البرايم لوكيشن، يعني احنا واخدين الحاجات برايم لوكيشن، حاجات كوزي كومباوند بحيث ان احنا تسليمها يبقى في الميعاد او قبل الميعاد. دي حته كويس قوي احنا بنشتغل عليها. يعني والله بالنسبه للماركت في مصر عموما وفي العاصمه الاداريه خاصه بقى كبير جدا، وحجم المشروعات اللي معمول في العاصمه الاداريه مخلي الماركت فيه ناس كتير جدا. احنا بنتغلب عليها ازاي؟ اهم حاجه ان انت يبقى عندك تيم قوي، تاني حاجه الاوفر بتاعك اللي انت شغال عليه فعلا اوفر حقيقي، في خصومات حقيقيه، لان العميل النهارده او الكلاينت دلوقتي لما بيجي يشتري مني او من غيري بيبقى مكلم كذا شركه، فبيشوف الاسعار هنا ايه والاسعار هنا ايه، وهي دي رقم واحد، يعني ان السعر بتاعي ايه والخصم اللي انا عامله ايه، مع مصداقيه المبيعات او السيلز اللي عندي. واحنا الحمد لله يعني عندنا تيم قوي جدا من احسن التيمات في الماركت كله، تيم شركه نيو جيرسي، انا بحييهم كلهم وبشكرهم كلهم على المجهود والشغل الكبير اللي عملوه. عموما طول ما الواحد بيقول الحقيقة دي بتوصل للعميل بسرعة، فدي الحمد لله يعني فينا كلنا، ودي اللي احنا بنعلمها للناس كلها. طبعا زي ما احنا شايفين على أرض الواقع احنا وصلنا لإيه وفي قد إيه، ده دايما اللي بيميزنا احنا في نيو جيرسي، الثقة اللي بين العميل وبين الشركة. ده مش بس بيدينا نجاح، هو ده بيدينا استمرارية في النجاح، وده اللي بيفرق معانا وده الأهم بالنسبة لنا. علشان كده جرين أفنيو كان أول مشروع لينا في العاصمة الإدارية في الار 7، وبعد كده سول بلازا الكوميرشال لجرين افنيو، وبعد كده دلوقتي احنا دخلنا في الداون تاون في مشروع جينيسيس في الداون تاون، وده غير المشاريع التانية. يعني احنا كمان عندنا جورة في الجلالة. احنا دلوقتي واقفين على ارض جينيسيس في الداون تاون. الأسعار عندي بتبدأ من أول 25,000 جنيه لسعر المتر، وكمان في وحدات عندي بتوصل ل 550,000 جنيه. لما بنختار المواقع بنختار أميز المواقع. احنا لما اخترنا جينيسيس اخترنا قطعتين من أميز القطع الموجودة في الداون تاون على شارع رئيسي 90 متر قدام الإبراج الرئيسية قدام البرج الأيقوني. احنا واجهة المول بتاعنا 100 متر، نازلين بمساحات من أول 29 متر لحد 100 متر. الأسعار عندنا هتبدأ من أول 25,000 جنيه بسعر المتر، وبتوصل تقريبا لحد 30,000 جنيه. ده سعر افتتاح المشروع، ده بعد خصم 10% اللي هم سعر الافتتاح بتاعه. تمام، احنا عاملين خدمات كويسة قوي في المول، في شركة إدارة هتدير المول بتاعنا، وفي شركة هتدير الوحدة الفندقية. المول متقسم الى تجاري واداري وطبي وشقق فندقي. احنا اتمنا التعاقد في 2019 وانا اول مره اجي، بس يعني لما جيت لقيت ان هم فعلا الموضوع شغال بسرعه، كنت فاكر ان الموضوع هيتاخر شويه، بس لا هم شغالين كويس جدا لحد دلوقتي. تقريبا 50% من العمارات يعتبر اول دور او تاني دور طلع،
فيعني الموضوع كويس، يعني لحد دلوقتي ماشيين بريد كويس. يعني من السوشيال ميديا كنت تقريبا اياميها كان فيسبوك انستغرام كان فيه حاجات كده بينزلوها سبونسرد، فكنت بشوفها وشفت المشروع وشفت اللوكيشن بتاعه ان هو بيبص على الممشى السياحي ورا جامعه، فحبيت اللوكيشن. يعني انا بحب دايما ان انا الحاجات اللي اخد فيها يبقى اللوكيشن بتاعها كويس، فعجبني اللوكيشن بالذات الموضوع الممشى السياحي ده. انا ساعه ما اشتريت كانوا قالوا لي لسه الارض كانت لسه بتتساوى، فقالوا لي يعني حاليا ما فيش حاجه هتقدري تشوفيها، لكن اول ما بداوا يطلعوا العمارات وكده بعتوا لي على، يعني دايما كل فتره بيبعتوا لي على الواتساب صور يقولوا لي احنا وصلنا لحد فين وصلنا لحد فين، دايما بيتابعوني خطوه، يعني كل انجاز بيعملوه بيتابعوا بيه. بس الصراحه يعني لحد دلوقتي لا، هم موافقين زي ما قالوا. انا رحت للبروكر، بس البروكر اعرفه كويس في الاول، فرشح لي مجموعه من الشركات والمشاريع اللي ممكن نختار ما بينهم، وكانت نيوجيرسي واحده منهم الحقيقه، لان جرين افنيو هو كان انا وانا بشتري كان عندي يعني كذا نقطه مهمين جدا بالنسبه لي. اول حاجه ان انا اشتري من حد تراستد او حد موثوق فيه، حد ليه سابقه شغله، حد ليه سابقه خبره، حد ما يبقاش السعر بتاعه مغالى فيه، لان احنا في كومباوندز جديده الاسعار بتاعها ريليتد للبراند بتاعها الاسعار مغالى فيها لشكل معين، فكنت محتاج ان انا اشتري حاجه عمليه تحقق لي التارجتس بتاعتي وتبقى وزن الامكانيات بتاعتي، وده اللي انا الحمد لله لقيته في كومباوند جرين افنيو. احب اقول للناس اللي بيشتري في العاصمه الاداريه الجديده لازم ما يشتريش وخلاص، لازم يبقى بياخد بالاسباب، لازم في مجموعه من الخطوات المهمه اللي يعملها، زي انه يفهم يعني ايه العاصمه الاداريه الاول، يفهم طبيعه كل منطقه ايه، يفهم يعني ايه ديفلوبر، يفهم يعني ايه انفستمنت في الاستثمار العقاري، وهو بياخد الخطوه بتاعته ديت لو هو ما عندوش الخبره ديت مفيش اي مشكله ان هو يستعين ببروكر، ان هو يستعين بحد صاحب خبره في المجال دوت، عشان ما يعني ما ياخدش خطوه غير مدروسه، وما يكونش دي بالنسبه له احسن نتيجه هو كان نفسه يحصل عليها. في خمس نقط رئيسيين للمشروع ممكن ألخصهم لك. أول حاجة مطور عقاري، احنا بقالنا أكتر من 20 سنة في الماركت، خبرة ما بين سكني وإداري وتجاري وسيرفيس أبارتمنت أو وحدات فندقية. تاني حاجة موقع مشروع اهتمينا بيه جدا، اخترنا على الشارع الرئيسي الوحيد في الداون تاون، الشارع اللي عرضه 90 متر، اخترنا قطعتين أرض عملنا قرار ضم ليهم. قرار الضم ده خلانا واجهة المشروع كبيرة جدا، التايبس كلها واخدة فيو رئيسي. تالت حاجة الفاسيليتيز اللي عندنا، ممكن يكون المبنى ميكس ما بين الإداري والتجاري والطبي والسيرفيس أبارتمنت، فكل التايبس أو كل الحاجة اللي ممكن العميل بيدور عليها في الانفستمنت هيلاقيها في التاور. رابع حاجة التايبس والبيرن بلان، التايبس عندنا ممكن تكون كلها عشان واخدين حرف ال شيب، فكل التايبس واخده واجهه او فيو رئيسي. خامس حاجه ممكن تكون البيرن بلان، بالنسبه لنا البيرن بلان عاملين فيها ميكس ما بين كل داون بيمنت كبير عليه عوائد او فوائد واول قسط بعد الاستلام، دي ميزه. عندنا بيمنت تانية 6 سنين او من اول 5 سنين، 5 سنين و6 سنين و7 سنين و8 سنين و10 سنين، فالكلاينت اللي عايز يدفع داون بيمنت صغير هيلاقي، العميل اللي عايز يدفع داون بيمنت كبير وممكن ياخد عليه فوائد نفس الفكره بتاعه الوديعه موجود. عاملين حاجه اسمها تفويض بالايجار، العميل اللي عايز يعمل انفستمنت من غير ما يبقى معاه براند يوبريت اليونت بتاعته، احنا بنقدر نوفر له اداره تاجر له الوحده وتجيب له عائد يدفع منه الاقساط. المشروع متكامل من كل النقط اللي ممكن العميل يبقى بحابب بيدور عليها في مشروع استثماري ليه. احنا على طول احنا في الداون تاون، ارض الداون تاون، واخدين ارضين جنب بعض عاملين لهم تخصيص ضم. احنا على شارع 75 متر، كورنر جنب ارض كورنر، عندي سايد من المشروع، عندي باصص على البرج الايقوني، وده طبعا هيكون مميز المشروع بالنسبه لنا. شركه نيو جيرسي شركه من كبار الشركات اللي اشتغلت في العاصمه الاداريه، ليها سابقه اعمال محترمه جدا، اشتغلت في الار 7 قبل كده، والنهارده بتطل علينا بمشروع جديد اللي هو جينيسيس في الداون تاون. المنافسه في الداون تاون دلوقتي في العاصمه الاداريه قويه،
الداون تاون دلوقتي بقى الفرصة الاستثمارية الكبرى اللي موجودة في العاصمة الإدارية بشكل محترم، وبقى فيها تنافس قوي جدا. احنا شفنا شغلهم قبل كده في الريزورت بتاع جورا اللي موجود في الجلالة، شغلهم كان على مستوى عالي جدا، وانا طبيعي اشتغلت معهم قبل كده في مشروعهم في الار 7، وطبعا اكيد هرشح لهم عملاء كتير. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. زخم وحراك اقتصادي مكثف شهدته القاهره اليومين اللي فاتوا باستضافتها اجتماعات مجلس الاعمال المصري السعودي لاول مره منذ سنتين. وفد المملكه العربيه السعوديه التقى العديد من المسؤولين المصريين ودار ما بينهم نقاشات ومباحثات في عده ملفات اقتصاديه. تفاصيل ما دار خلف الابواب المغلقه وطبيعه ما جرى من مباحثات بالاضافه الى قضايا السياسه والاقتصاد هتكون محور نقاشنا مع السيد بندر العمري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، واللي بيشرفنا النهاردة بهذا الحوار، واللي بيكشف عن أول استثمار له بمدينة العالمين الجديدة بتكلفة 12 مليار جنيه. هسيب حضراتكم تشوفوا اللقاء بكل تفاصيله. فصل جديد من العلاقات المصرية السعودية بيسطره مجلس الأعمال المصري السعودي ما بين البلدين، وذلك بعد زيارة خاصة من ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، اللي بتعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والسياسية ما بين البلدين. تفاصيل عما دار في هذه الاجتماعات واجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي على أرض مصر هنعرفها من رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي السيد بندر العامري، واللي مشرفنا ومنورنا النهاردة في مصر وعلى قناة صدى البلد. أهلا بحضرتك معانا. أهلا فيكم صدى البلد ومشاهدين صدى البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أتقدم بالشكر لأهل مصر وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي وجميع الوزراء والشعب المصري على حسن الضيافة، وهذا ديدا الشعب المصري كرم وضيافة لأخوه السعودي في أي وقت وأي مجال. مجلس الأعمال المصري السعودي، أو خلينا نتكلم عن الاجتماع اللي بيحصل النهاردة تقريبا كده من فبراير 2019، ده الاجتماع الأول بعد هذه الفترة اللي تقريبا كده مدتها 3 سنوات، اللي النهاردة جاي مجلس الأعمال المصري السعودي هيتكلم فيه وهيناقشه من موضوعات اقتصادية. أول شيء كان اجتماعنا على هامش اللجنة المشتركة الحكومية، وكان يرأسها معالي الدكتور الوزير ماجد القصبي، وكنا وفد مرافق له. ولأول مرة كبار رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر يكونون متواجدين مع الوفد لما يلمسونه من تطور في بلدنا الثاني مصر. اليوم حنا جينا مستثمرين، لدينا في السابق 6280 شركة، لدينا استثمارات تفوق 30 مليار دولار، هذا القطاع الخاص فقط. لدينا مستثمرين سواء شركات أو أملاك خاصة، عدد يعني ما هو موجود في أي دولة أخرى غير مصر. عندنا اليوم مواطنين السعوديين والمصريين العاملين أو المقيمين في مصر والسعودية أعداد أكثر من 2 مليون مصري في السعودية. عندنا هنا حوالي 500 ألف سعودي موجود في مصر، وهذا برضو دليل قوة العلاقة وحب الشعبين لبعضهم، وحب يعني توجيه القيادتين بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين الداعمين للاستثمار في مصر والداعمين للمستثمر السعودي في مصر. اليوم حنا نحتاج أرضية استثمارية جيدة، وهي موجودة اليوم في مصر كما هي موجودة في السعودية. اليوم السعودي لما يطلع خارج المملكة أو المصري لما يطلع خارج المملكة، المفترض أول وجهة تكون له للمحبين للطرفين وللبلدين. فأنا بحكم محبتنا لمصر وقيادة مصر وشعب مصر توجهنا إلى زيادة الاستثمارات في مصر.
الحب وحده والدعم والمرونة ولا التيسيرات والربح والمكسب؟ يعني النهاردة كان في حديث عن ان في تحديات وفرص ما بين مصر والسعودية، بكل تأكيد ان هذه الاجتماعات بعد ايام من زيارة ولي العهد السعودي بيدي مؤشر لان اللي جاي هيكون من تيسيرات وتذليل للعقبات هيكون كبير جدا. النهاردة بوضع حضرتك رئيس للجانب السعودي في مجلس الاعمال المصري السعودي، اهم التحديات اللي هتطلبوا انها تتذلل واهم التيسيرات اللي حضرتك شايفها ما بين مصر والسعوديه والفرص؟ الفرص كبيره في البلدين. بوصول سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الامير محمد، انتم عارفين ايش صار في السعوديه، ثوره اقتصاديه، ثوره على الفساد، ثوره يعني مهما تكلمت ما حقدر أوصفها، لدرجة أنه حنا كقطاع خاص منا قادرين نلحق حكومة المملكة في الإصلاحات والتطور اللي هي موجودة فيه. اليوم السعودي جالس في بيته يقدر يقضي كل مشاويره وكل وهو جالس بالبيت عن طريق الكمبيوتر الخاص فيه. اليوم عندنا ثورة في التقنية، في الطاقة، في الإسكان، في الكهرباء، طبعا في كل شيء، اتصالات، كل شيء. فاليوم حنا عندنا الثورة موجودة في الاقتصاد، نظيرها رؤية طموحة من شاب طموح، حنا اليوم قاعدين نطبقها بأسرع، وتعدينا كانت هي 10 سنوات، اليوم في 5 سنوات أو 4 سنوات للرؤية أو 3 سنوات ونص للرؤية، وصلنا إلى تقدم في تحقيقها عن المأمول. كذلك في رؤية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، يعني أنا جيت 2014 كنت مجتمع مع رجال الأعمال مع فخامة الرئيس كوفد رجال أعمال زي ما هو موجود الآن، وكان فخامته يقول السعودي ليش ما يستثمر في مصر، أنت طبعا الاستثمار في مصر أفضل من أوروبا في الناتج وفي الربح، فكان جوابي لفخامة الرئيس السعودي أحب ما عنده أن يستثمر في مصر، لكن نحتاج حماية استثمارنا في مصر والقوانين تتعدل في صالح الاستثمار. اليوم المصريين يعني موجودين ولنا أصدقاء مصريين يعانوا في الاستثمار، السعوديين موجودين في مصر يعانوا من الاستثمار. حضرتك حددت مطالب معينة، يعني حضراتكم التقيتوا برئيس الوزراء وهو رئيس وزراء اقتصادي، يعني مش حتى رئيس وزراء سياسي، لا شغله الأهم والأول هو الاقتصاد، وهتلتقوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فهل حددتوا مطالب بعينها؟ والله شوفي لقائنا اللي كنت يعني من 2019 عملته مع دولة الرئيس والوزراء المعنيين كان لقاء شفاف وواضح. عندنا تحديات، لكي نرفع من قيمة الاستثمارات في مصر يجب أن تنحل التحديات. اليوم وجود معالي وزير التجارة الممثل للاقتصاد السعودي ورجل الأعمال السعودي كان واضح وشفاف مع كل من أجتمع معه. أنا محب لمصر وأبغى الاستثمارات تليق بالعلاقة الموجودة بين السعودية ومصر، وله عاجبه أنه اليوم المستثمر السعودي ما يستثمر في مصر أو المصري ما يستثمر في السعودية. فكان صراحة يعني مدافع قوي عن الاستثمار في مصر. شركتين فقط عندهم استثمارات تتجاوز 8 مليار دولار، صحيح تم الحديث عنهم بكل شجاعة وبكل قوة، أهم مشاكلهم إيه وهل وصلوا الحل خلال هذه الاجتماعات بحيث أن يكون في مردود قوي لهذه الزيارة على أرض الواقع؟ اليوم مو هذه الشركتين، اليوم عندنا شركات كبيرة في عندنا اليوم شركات علامات تجارية عالمية موجودة في مصر تستثمر. تكلمنا في كل شيء وأخذنا الجواب عن كل تحدي وعن كل شيء. يكفي اليوم أنه معالي الوزير دكتور ماجد هو الواجهة الأساسية مع دولة رئيس الوزراء لحل هذه المشاكل بوجود سعادة السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين في السعودية ومتابعته الشخصية مع رئاسة الوزراء. اليوم عندنا أنا كمستثمر سعودي ما عندي أي تحديات خايف أنها ما تنحل. اليوم
الكلمة واضحة لدولة الرئيس والوزراء، من له تحدي وعقد واضح سوف يأخذ العقد وينفذ. اليوم عندنا عقود، والعقود شريعة المتعاقدين، حنا نطلب تنفيذ عقودنا، لا نطلب تميز السعودي عن المصري ولا تميزه عن باقي الدول، نطلب حقوق السعودي زي المصري زي باقي الدول يأخذها. وهذا حنا اليوم اللي تكلمنا فيه واللي خذينا الجواب، كل سعودي له حقوق حياخذها. والدليل اليوم، والدليل اليوم ان الزيارة حوالي تقريبا، يعني انا ما اقدر اقول لك اكبر عدد من التحديات حلت في وجود وزير التجارة ودولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين. طيب خلينا نقول زي ما بنقول ان احنا عايزين استثمارات من السعودية في مصر، احنا كمان احنا عايزين استثمارات مصرية في السعودية، وبالتالي الخريطة الاستثمارية بتتغير في البلدين يعني. صحيح. وحجم الاستثمار في مصر ابتدى يبقى اكبر من طموح كل المستثمرين خارج مصر. خلينا نقول النهاردة لو بنتكلم على تيسيرات في مصر، فاحنا كمان لازم نتكلم عن تيسيرات في السعودية. صحيح. السعودية النهاردة بتجذب عدد كبير من المستثمرين وعندها أجندة اقتصادية. نعم. ومنطقة صناعية جديدة سمعنا عنها خلال الفترة اللي مناطق وليست منطقة. وكمان كان في حل لأزمة أو مشكلة الكفيل اللي كان بيعاني منها كتير من المستثمرين. خلينا نقول إيه اللي بيحصل في السعودية وإيه التيسيرات اللي السعودية بتقدمها النهاردة للمستثمرين في العالم وفي مصر بشكل خاص. والله بختصر لك، يعني لما الواحد شوفي دايم رأس المال جبان، يروح للي يحميه ويروح للي يكبره، صح ولا لا؟ صحيح. اليوم أنا أكلمك عن نفسي كمستثمر سعودي، كنت خارج المملكة، اليوم ما عندي استثمار خارج المملكة. ليه؟ لأنه الفرص في السعودية تفوق تصور أي مستثمر، والتسهيلات الموجودة والحوافز الموجودة من الدولة صراحة غير مسبوقة. رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي استثماراته كلها في السعودية. نعم. ومصر، ومصر حتيجي قريبا إن شاء الله بعد هذه الزيارة. وأعلننا واختيار حضرتك. وعلى فكرة الشركة يعني شركة العامرية للاستثمار أعلنت عن استثمار أمام دولة رئيس الوزراء من حوالي 2019 في الساحل الشمالي بقيمة كبيرة يعني. فحنا تواصلنا اليوم مع معالي وزير الإسكان وحننفذ هذا الاستثمار. بس زي ما قلت لك اليوم عندنا تحديات، نبي ننهي هذه التحديات بشكل واضح اليوم في العقود، في حماية الاستثمار، وأنا جاهز للاستثمار في مصر. لأن هذا يعني التوجه مو من شركتي أو من بندر العامري، أو هذا توجه القيادة. وحنا دائم إذا رأى خادم الحرمين شيء أو معالي أو سمو ولي العهد ومعالي وزير التجارة ومعالي وزير الاستثمار الدولة ونصحونا بالاستثمار فيها، حنا نتوجه مباشرة لها ونستثمر. فهم اليوم النصح متوجه للاستثمار في مصر. طيب لو قلنا النهاردة في الاجتماعات أكيد بكل تأكيد أن في أجندة للموضوعات اللي هيتم مناقشتها، لو قلنا أن التحديات والفرص هي بند أو بندين في هذه الاجتماعات، بكل تأكيد أن في بنود أخرى بتخص أن في دراسة للسوق المصري، أن في مشروع سعودي أردني مصري، في تطوير لمنطقة سيناء، ومشروعات كتيرة بدأت، وحتى النهاردة عندنا جامعة الملك سلمان. كل هذه المشروعات فين من أجندة مجلس الأعمال المصري السعودي؟ موجودة، وعندنا زي ما قلت لك الآن عندنا مشاريع مع شركات سعودية توسع بمليارات الدولارات. يعني اليوم بس مجرد حل التحديات عندنا موجودة الشركات وعرضت على دولة الرئيس وعرضت على الوزراء المعنيين. أنا ما أقدر أصرح لك يعني عن الشركات أو عن المبالغ، لكن أنا أقول لك إياها، الشركات اللي اليوم جاهزة للاستثمار أعتقد تفوق 3 مليار دولار. طيب إذا ما تم حل هذه التحديات، ما احنا عايزين نعرف تفاصيل مين الشركات اللي جاهزة أنها تدخل السوق المصري خلال الفترة اللي جاية. يعني أنتوا عاملين خطة لعشرين تلاتين، حضرتك مش عايز تدينا 5 سنوات هتعملوا إيه؟ معليش، عندنا 5 سنوات هذه بإذن الله حيكون فيها ارتفاع للاستثمار السعودي بإذن الله يليق بالعلاقة بين البلدين. طيب هنقول المجالات على الأقل اللي تم كل شيء. الطاقة يعني عندنا يعني الآن شركة سعودية وقعت الآن اتفاقية مع الجانب المصري بحدود مليار دولار. عندنا الإسكان والعقارات عندنا الآن والسياحة عندنا 2 مليار دولار. طيب. عندنا اليوم شركات، شوفي اليوم الفرص في مصر
أنا أقول لك إياها، يعني اليوم تسمح دخول وحنا مطمئنين كمستثمرين سعوديين، ولكن على واقع واضح وعقود واضحة زي ما قال معالي وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار، يكون كل شيء واضح في عقودنا لتحمي المستثمر وتحمي الحكومة من أي تغيرات مستقبلية. أنا بالنسبة لي حتشوفيني في العالمين إن شاء الله. شكرا. وصراحة كل ما استثمرنا في مصر هذا يريحنا أنه مستثمرين في السعودية ويكسبكم ويكسب. مشاهدينا الكرام، وقت حلقتنا انتهى. أشوفكم الحلقة الجاية وحلقة جديدة من برنامج البوصلة، مع خالص تحياتي منال السعيد.